البيئة كذلك معناها جهة فيها نقص كبير بخصوص قطاع البيئة، ومبرج أولا صعب تطهير مدينة الكتار، هذا كذلك معناها باش يتم الانطلاق فيه سنة 2015 باش تدور مدة تقريبا 3 سنوات، ويتم انتهاء إنجاز تطهير مدينة الكتار في آخر سنة 2018. كذلك هناك مشروع في إطار طبعا نشاط وزارة البيئة، مشروع لتطهير 11 حي شعبي ضمن البرنامج الخامس لتطهير الحياة الشعبية، وهذه تقريبا تهم كافة أنحاء الولاية. بالنسبة لقطاع النقل، عندنا أهم حاجة بالنسبة لقطاع النقل هو توسيع مطار جبصة، وتم الاتفاق على توسيع مطار جبصة بكلفة جملية تقدر ب 10 مليون دينار، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع لإنجاز المشروع، ويهم المشروع هذا خاصة من يهم خاصة التوسيع أو مدرج الطائرات. كذلك هناك برنامج في انتظار إنجاز محطة برية في ولاية قبصة، هناك برنامج في تهيئة المحطة الحالية، وكذلك في قطاع النقل مشروع منها يهم قطاع الفوسفات، لكن يهم كل القطاعات الأخرى بالنسبة لولاية قبصة، هو تطوير نقل الحديد، ومبرمج من اقتناء 20 عربة نقل للفوسفات ومشتقاته بكلفة تقدر ب 130 مليون دينار، وهذه مش تنطلق طلب العروض في آخر 2015. كذلك مبرمج بناء مركز فني للعربات بالمتلوي بكلفة تقدر ب 6 مليون دينار. قطاع التربوي كذلك هناك عدة إنجازات، من أهمها مشروع بناء مدرسة عددية بسيدي بوكر بكلفة تقدر ب 2.5 مليون دينار. كذلك هناك برامج هامة بالنسبة لقطاع التكوين المهني والتشغيل، كما تعرف معناها قطاع هام، قطاع توليه الحكومة الحالية معناها عناية خاصة، ومبرمج بالنسبة لانطلاق فيه في 2015 إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقرصة العقيلة، وإلى جانب ذلك إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بالمتلوي تقدر كلفته ب 14 مليون دينار، وهذا كله يدخل في إطار معناها إعداد الإعداد منها للتشغيل، يعني لأن هامش يكون عندنا منها إمكانيات تكوين مهني هامة لدعم التشغيل. قطاع الشباب كذلك هناك اهتمام بقطاع الشباب، عندنا إنجاز دار الشباب سيدي أحمد زروق إن شاء الله باش تنطلق في أولى 2016، وكذلك مشروع بناء قاعة رياضية جماعية بسيد أحمد زروق مش يتم إنجازها تلقى 15 وتنتهي في سنة 2016. كذلك مشروع إنجاز معهد عالي للرياضة، هذا المشروع كان معطل منذ طويل، وكلفته تقريبا 12 مليون دينار، ويمشي تم مشروع في إنجازه خاصة على ميزانية 2015. هذا بالنسبة للمشاريع، أنا كما ذكرت في البداية مشاريع منها كانت معطلة وكانت مبرمجة وما تمش إنجازها، لكن كذلك ثم مشاريع منها مبرمجة وستطلقت إن شاء الله في 2016، طبعا ده إلى جانب ما مش يتبرمج، وكما ذكرت في جلسة المجلس المضيف توجه الحكومة هو أولا الإسراع بإنجاز المشاريع المعطلة، ثانيا الإسراع بإنجاز المشاريع المبرمجة، وثالثا الاستعداد منها للمخطط القادم 2016-2020، ألا كما ذكرت مش يكون هناك جهات مش تكون عندها معناها دعم خصوصي في إطار معناها ما جاء به الدستور،
في اطار التمييز الايجابي. هناك عندنا تقريبا 14 ولايه باش يهمها التمييز الايجابي، وجهه كبسه من بين الولايات هذه، وطلبنا من السيد الوالي والسيد النواب الجهه وكل كل الحساسيات وكل الاحزاب وكل الجمعيات وعلى مستوى الجهه اعداد مخطط جهوي ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهه، وتم تبع بناء حلقه على مستوى وطني ومناقشته. في القطاع التجهيز قلت انطلاق هذا انطلاق الدراسات اللي تهم طريق السياره قفصه جلمه، وان شاء الله هذه الانتصار تنطلق في 2016، وتم بناء اعداد الدراسه هذه لانطلاق في الانجاز في اخر مخطط 2016-2020. كذلك عندنا مشروع هام لتهذيب 8 احياء شعبيه الكل في الجمعيه بتاعهم 33 مليون دينار، يهم تقريبا كامل انحاء ولايه قفصه، الكسر، القفصه، الكتار، التلوي، سيدي عيش، الخير، السند والشبيب. على مستوى القطاع الفلاحي كذلك كنا مشاريع هامه باش تنطلق في 2016، وهي تهم دراسه وحدات 4 سقويه على بر عميقه بمساحه تقريبا 170 هكتار، وتهم مناطق ولاد منصور، مناطق الخديريه بمواطنه كاس الجنوبيه، منطقه السمايريه مغرب سند، والعزايز بسيدي ابو بكر المعتمدين، سيدي ابو بكر المعتمدين جدا. احداث كذلك 4 مناطق سقويه للري التكميلي على ابار محطه، اللي تم خد ربح في قفصه الجنوبيه، والعيايده الخلافيه من معتمديه قفصه الشماليه، وربيطه من معتمديه قفصه الشماليه كذلك، وباطن زنوش من معتمديه السند الجنوبيه اللي مشتركه معناها معتمديه زنوش. والى جانب الابار هذه والمناطق السقويه كذلك يتم استصلاح المناطق الموجوده، وخاصه مقسم القريه بمدينه سيدي عيش وواد النقاز وواد السهيلي بتلوي وسقدود بالرطيف وفرع ولاد موسى بقفصه الشماليه. كذلك في اطار استكشاف منطقة السقي، هناك مبرمج بناها ومنطلق بعد في الإنجاز، هي مبرمج أحداث بئر عميقة في سقي المدينة، لأن إمكانيات المنطقة هذه هامة ومهمة جدا، ويلزم القيام بعمل استكشافي حتى نحضروا للمستقبل ولإنجاز مناطق سقوية هامة بالنسبة لمنطقة سقي المدينة. كذلك في إطار مسح الشراب، نعرفوا موضوع مسح الشراب تشكل منه ولاية قفصة، وفي 2016 باش يقع معناها إنجاز 8 مشاريع جديدة، تم تقريبا 5000 ساكن، تم العقلة بسيدي عيش، تم منطقة الشطبية بالسند، الشطبية بالسند، تم تزويد كذلك البخيرية في المعرايس، فيض البلوم بقفصة الجنوبية، هنشير بروكة بقفصة الجنوبية، تزويد كف دربي، تزويد سوية، وتزويد عثمانية بقفصة الجنوبية. كذلك إلى جانب المشاريع هذه اللي باش يتم إحداثها، هناك برنامج كامل لتعهد 5 مشاريع قديمة لتزويد 99 ساكن بالماء الساحل الشراب، ولا تهم تم منطقة الزعبطية، تم منطقة بالقرب الشمالية، تم منطقة عليم الدخلة بالسند، تم منطقة الانطلاقة بقفصة الجنوبية، وتم كذلك القطار واحد بقفصة الجنوبية، وتعاهد مشروع الماء الساحل الشرقي بعبد السد. كذلك وهذه يعتبر موضوع هام وهام جدا، هي تصور المستقبل تزويد الناس الشراب بالنسبه لمنطقه لولايه قفصه. نعرفوا
نوعيه المياه في ولايه جفصه منها ماهيش ممتازه، ومطالبين باش تسويق الوضعيه هذه وتحسين وضعيه التزود بالناس عشرة بالنسبه لولايه جفصه. وابو مرمش في سنه 2016 بس عمل دراسه مخطط مديري لتحسين التزويد لمنطقه كل من مناطق ولايه جفصه بالماء صحيح الشراب. وتم هندسه هذه في 2015 وفي 2015 بتكلفه 500 الف دينار، ومش يتم على اساسها برمجه منها اعاده هيكله واعاده تزويد مناطق ولايه جفصه بالماء صالح للشراب. كذلك هناك مشروع هام شيخ عمجاز ومستطرف في 2016، هو مشروع مرتبط بشريط حدودي مع شركة الجزائر. هذا مشروع مندمج كلفته 13 مليون دولار، باش يتم الشروع في جزائر سنة 2016. القطاع الصناعي كذلك قطاع هام كما تعرفوا، الصبغة الصناعية والمنجمية لولاية جفصة تخلي يلزم اهتمام القطاع هذا، خاصة في إطار الإدماج العمودي بين شركة اتصالات جفصة وكل المؤسسات الأخرى الموجودة في مستوى الجهة، وكل الإمكانيات الاستثمار اللي يمكن إنجازها على مستوى ولاية جفصة. وفي الإطار هذا مش يقع الشروع في إنجاز القطب التكنولوجي الذي كلفته بجمهورية 99 مليون دينار، لكن مش يقع إنجازه على مراحل. المرحلة الأولى تهم 62 هكتار، ومش نشعر منها في البداية في إنجازها في 2015، وإن شاء الله منها تتم العملية في إعداد منطقة القطب التكنولوجي منها في نهاية 2017. كذلك عندنا برامج كبير لإحدى 6 مناطق صناعية بكل 147 مليون دينار، كذلك تنطلق في 2015 وتتم في سنة 2017. والمنطقة هذه تم منطقة العقيلة، توسيع منطقة العقيلة، المنطقة الصناعية بالمضيلة، المنطقة الصناعية بالرديف، المنطقة الصناعية بالسند، والمنطقة الصناعية بالكتار، المنطقة الصناعية بالخير، والمنطقة الصناعية بالخير بالجفصة الشمالية. كذلك بالنسبة للقطاع البيئي، مشكل المصبات مشكل كبير بالنسبة لولاية جفصة، ومن المنتظر في 2016 مش تنطلق عملية إنجاز المصبات وإحداث مصبات مراقبة على مستوى كامل ولاية جفصة بكلفة تقريبا تقدر ب 17 مليون دينار.